لمس اكتاف ملوش اي علاقه بالرياضه غير ان البطل كان مصارع. محمد عز بيشارك في السباق الرمضاني السنه دي بمسلسلين، لمسه اكتاف واخر نفس، وبدايتنا كانت مع لمسه اكتاف وشخصيه زيدان. هو الاخ الاصغر العصبي جدا المتهور طول الوقت، يده طايله جدا، يقدر يعمل اي حاجه، يقدر ياخد حقه باي طرق، الدافع طول الوقت ورا ان هو بيعمل حاجات كتير فيها عصبيه وتهور شويه، هو حبه لاخواته. حمزه انا نفسي مره واحده في حياتك تعاملني على اني مش راجل من رجالتك، انا اخوك يا اخي. ودور زيدان كل مقومات نجاحه متوفره. هاني سرحان كاتب ورق مهم جدا جدا جدا، بشتغل مع مخرج كبير مهم، مخرج انا يعني فخور ومتشرف ان انا بشتغل معاه، استاذ حسين المنباوي، واتمنى ان انا اشتغل معاه تاني. اقسم بالله هشام ده ما كان هيرتاح غير لما يعمل فيك نفس اللي اتعمل في ابوك زمان. انا قلت لك 100 مره سيرت ابوك ما تجيش غير بالحلو بس بس. وعايزه كشف لنا كواليس التصوير مع ياسر جلال، وخصوصا ان ده تاني عمل بيجمعهم مع بعض بعد ظل الرئيس. ممتع، اتعلمت منه حب زمايله جدا، بيحب زمايله جدا طول الوقت، محفز جدا لكل اللي حواليه. مع مشاركته في مسلسل آخر نفس واللي صورنا لقاءنا معاه خلال تصويره لشخصية ياسر. ياسر طيب ولا مش طيب؟ أنا عايز أقول إن ياسر ده هيبكي مصر وهيبقى الملاك البريء في البلد في السيزون السنة دي. الإثارة اللي في الورق أنا فضلت ما قمتش، يعني قمت مرة مثلا كلت حاجة كده، قمت مرة رحت مثلا الحمام زي البني آدمين الطبيعيين، بس يعني فضلت قاعد على الورق من كتر ما الورق في كم عالي من الغموض والإثارة، ان الواحد يفضل عايز يعرف فيه ايه، عايز يعرف فيه ايه. الاطفال اللي ماتت دي ذنبها ايه؟ والمسلسل بيعتبر تغيير جلد لياسمين عبد العزيز من الكوميديا للتراجيديا والاكشن. ده كم من البهجه وكم من الطاقه للضحك وللفرح، ربنا يكرمها يعني ويديمها عليها يعني النعمه دي. بس لا بس كواليس ممتعه جدا، انت فاهم الواحد بيقعد يمسك نفسه بالعافيه بجد. انا بشوف اسمي عاوز بعض امسك نفسي بالعافيه. انا مش عايز اخسر حد تاني يا حازم. وكمان عايز محضر مفاجاه بظهور كاتف شرف في الحلقه العاشره من مسلسل طلقة حظ. بعمل حلقه هي المفروض انها حلقه كوميديه، بس هي جد، انا بضحك من الجد يعني، انا جد جدا في حاجه جد جدا، بس النقيض بتاعها بقى اللي عند مصطفى خاطر ومحمد انور بيضحك. وكمان وضح لنا خطته الفنيه بعد نهايه رمضان. كان المفروض ان احنا نبقى يعني نحاول نخلص منه قدر كبير جدا قبل رمضان تصوير، بس ابتدينا وصورنا تقريبا حوالي تلت العدد ايام التصوير يعني، وان شاء الله نخش نكمل بعد العيد. الفيلم طبعا مع انا مع ناس مهمه جدا كنجوم يعني، مع الاستاذه حوريه النجمه يعني حوريه فرغلي، واستاذ صبري فواز، واستاذه مي كساب، ومجموعه كبيره جدا يعني من الممثلين النجوم يعني، اللي انا بتشرف ان انا معاهم يعني.